بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. اليوم حبينا نسوي بث مباشر حول مواضيع عديدة. المواضيع بصراحة مهمة جدا. الموضوع الأول، ما أدري أكو بث أتكم؟ إيه نعم. الموضوع الأول هسه، يعني بصراحة قرأت منشور لأحد الأشخاص أو تعليق. التعليق هذا احنا يعني اكو ناس تفتهمنا خطا، يعني من نشر فيديوهات تعليميه تفتهمنا خطا، وبالمقابل هو اصلا ما شايفين القناه. يعني فاحد الاشخاص كاتب عندي ماطور عطب ومع الغطاء مالته وما ادري شنو، يا ريت تعلمنا احسن من نوديه للمصلح وياخذ فلوسه هوايه علينا. بصراحه يعني احنا مو غايتنا من نعلم نريد يعني نخرب على المصلحين، لا. التعليم أول شيء هو موضوع ثقافي، يعني يصير عندك إلمام ووعي بالجهاز شلون تحافظ عليه. فإحنا من دا نعلم صراحة مو غايتنا نقول للمصلحين يقعدوا والعالم راح يصلح بالبيت، لأنه مو هاي غايتنا. جوز الناس افتهمتنا غلط. إحنا نريد أول شيء نسوي وعي عندك، بحيث إذا عندك جهاز تقدر تحافظ عليه أحسن ما تهمله ويصير عندك مشاكل به، لأنه تعرفون المواد غالية والأجهزة غالية. فإحنا تعليمنا موجه للناس. الشغلة الأولى هو تثقيفي، يعني تثقيفي بالنسبة للأجهزة وصيانتها. الشغلة الثانية، المنطقة بعيدة، دنيا حارة، بالليل عطل عندك الجهاز، أكو شغلات بسيطة تقدر تسويها، احتمال تلغي كارت مثلا، تبدل كونديسر مكثف، فتقدر تتغلب عليها. احنا مو غايتنا بأنه أحسن ما ودين المصلح، لا، بالعكس، احنا نريد نسوي مصالح جديدة. احنا نريد نخلي مصلحين جدد يطلعون، نحث الشباب. فاللي يفتهمها غلط هاي مشكلته. احنا مو غايتنا احسن من ودي المصلح وياخذ فلوس هواي، لا، بالعكس، احنا بدنا نشجع الشباب ونقول لهم يابا اتعلموا فتحوا مصالح. هذا من جانب. الجانب الاخر، اكو ناس تصطاد بالماء العكر. يعني احد الاصدقاء جاني مره، قال جاني شخص وقال هو ليش ما يعلم شاشات؟ ليش يعلم بس ماطورات؟ وكانما انا يعني عندي حرب ويا مصلحين الماطورات. فالناس اللي مفتهمة غلط واللي نيتها مو صافية هاي مشكلته. فطلعت قوائم التشغيل عندي باليوتيوب 200، أكثر من 260 فيديو على الشاشات، أكثر من 260 فيديو على الشاشات. فمن شاف الشاشات سكت بعد ما حكى. فإحنا يا أخوان، إحنا غايتنا هو تعليم الناس. يبقى الشخص شلون يريد يفتهمها هاي مشكلته. احنا نريد نخلي ورانا صدقة جارية، نريد نخلي الناس اللي يقدر يسترزق، اللي يقدر يفتح محل، اللي يقدر يصلح بيته ما عنده امكانية. فاحنا ما عندنا حرب ويا المصلحين، بالعكس، انا اكثر انسان متعاون ويا المصلحين، سواء المصلحين اللي داير مداري او المصلحين البعيدين. فدائما بالعكس، من اشوف شخص بانه يريد يفتح محل، بالعكس اني اسانده واقول له اتصل بي واخذ الرقم حتى اعرفه بانه هذا صاحب مصلحه. وهواي ناس يتصلون بي واساعدهم هواي شغلات. بالعكس، اني مو ضد اي مصلح. هاي شغله. الشغله الثانيه، موضوع الكتاب. فاحد الاخوان يمكن من اليمن دز لي على الواتساب بانه اريد نسخه من الكتاب وانا مفتح جديد. اخوان، ترى الكتاب هو مو بديل عن الفيديوهات. انا برايي الفيديوهات، يعني اللي يريد يسوي كتاب، يعني اعتبر نفسك انت بمكاني وتريد تسوي كتاب، تيجي تلزم الفيديوهات بالسرة ويمك ورقه وقلم وتسجل ملاحظات. تشوف نفسك خلال شهر، شهر ونص، انت سويت كتاب بس ما تدري بنفسك. يعني ما تحتاجني، حتى تقدر تاخذ سكرين للصور وتخلي همك وتقدر تسوي كتاب. فالموضوع الكتاب صراحة
أنا جاد 100%، لكنه المقابل أنا أستحي أقول له يعني ما أقدر ألح عليه، لأنه أول شيء الحاسبة مو يمي وراح تطلع أخطاء، امسح هاي سوي هاي، فيجوز بالبداية يتعاطف وياي بس بعدين شوي شوي يسحب نفسه، فأنا ما أريد ألح على الشخص المقابل على الكتاب، بالعكس أنا هام جدا على الكتاب، بس أنا بصراحة ما عندي يعني ما عندي خلق بأنه أقعد على الحاسبة، لأنه قعدت على الحاسبة هواية وتأذت عيوني، فشغلة الترتيب والجسمة كنت يعني بالورد يعني إلى درجة فنان بي، لكنه هسه أنا العمر مالتي ما يساعدني على أنه أشتغل على الورد. فبصراحة موضوع الكتاب يعني كل ما أريد أهم بي تصير يعني عرقلات، تصير يعني موضوع كلش طويل بصراحة. فأتمنى اللي يريد يدور على الكتاب موجودة الفيديوهات، شو اللي تحب طلع الفيديو وورقة وقلم يمك وسجل ملاحظات وأخذ صور ورتب أمورك، لأنه الكتاب هو ليس بديل عن الفيديوهات. يجوز أنا أحكي لك جملة ما فهمتها بس ما ترجع على الفيديو وشوف شرح عملي قدامك راح تفتهمها 100%. عندنا موضوع كلش مهم بصراحة، طبعا احنا شقد ما نوصل مرحلة، شوف موضوع الانفيرتر موضوع كلش قديم بالعالم، بس احنا بالعراق ترى متخلفين جدا، يعني اركز على كلمة متخلفين بما ضمنهم انا، يعني متخلفين بشغلة الانفيرتر، والناس اللي عنده معلومة مع الاسف ما يطلع للناس ويوضح شنو الانفيرتر شنو البدائل. سويت سيرت سويت بحث على الموضوع بأنه ماطور الانفيرتر نقدر نشغله على مكثف، فبصراحة اجت إجابات بس الإجابات غير مقنعة. فقط واحد شخص واحد قال لي يصير أربط عليه مكثف بس طيت الماطور وما شفت رد الفعل، فما أعرف يعني إحنا شو وقت راح نستفاد من الخبرات اللي عندنا، وهل هو صحيح أن تخزن المعلومة عندك؟ إيش قد عندنا مصلحين لو ذول المصلحين أو الناس المهندسين يطلع المعلومات للناس وخلي العالم تستفاد، لأنه موضوع الانفيرتر بصراحة موضوع معقد إلى درجة، ولحد الآن ترى متخلفين بالموضوع، متخلفين إلى درجة مع الأسف، فمدى نقدر نوصل لنتيجة؟ وهو موضوع بسيط وعد العالم صار له هواية، بس احنا يجوز بعد فد 100 سنة يلا نفتهم شغلة الانفيرتر وطريقة عمله وطريقة تحوير الماطور وشون نقدر نشغله لو لا. فما اعرف، حساب عدي على التيك توك نزلته، حساب التيك توك نزلته، هذا موضوع الانفيرتر بصراحة مقلق الى درجة وما عندنا معلومات، وأنا أتمنى من الأشخاص اللي عندهم معلومات ينزلون فد فيديو يدزونها وأنا أنشر لهم إياه، لأنه بصراحة متخلفين من ناحية الانفيرتر، وخصوصا دا أحكي على مجالي في ناحية المبردات الانفيرتر. موضوع المكثفات، أنا اليوم قرأت على موضوع المكثفات جروب اسمه يمكن سحر الإلكترونيات، فحاكي على المصلحين قسم يغشك يبدل مكثف ويقول لك بدلت ماطور، ما أظن توصل لهاي الدرجة. على كل إن المكثف عطلة بالمحركات نسبته أنا أقول 5% عطل المكثف. بكل الأحوال أنت بالنسبة إليك إما عندك جهاز أوفوميتر يفحص لك قيمة المكثف، مكتوب عليه قيمة تفحصها بالجهاز يطلع لك، أو تأخذ المكثف وتفحصها يم شخص، أو عندك نفس القيمة وتبدلها. يعني ما أظن هذا موضوع المكثف فد موضوع صعب جدا. إيش وقت عندك يحترق المكثف؟ المكثف يحترق إذا جت فولتية أعلى من الفولتية المسموح عليها، أحيانا درجات الحرارة والنوعية الرديئة للمكثف أيضا تتلف، فصير هاي المشكلة. المكثف عطلاته كلش قليلة، أنا دائما حتى من يجون المحل أقول للمكثف ترى مو عاطل، يقول لا أعطيني مكثف، يشتري من عندي ورا نص ساعة جاء قال ها مو سوتشة. فيا أخوان خلنا نصير شوية مثقفين بهذا الموضوع،
إما تفصل المكثف وتجيب أفحص لك إياه، أو عندك نفس القيمة وتبدلها، فنسبة عطلها كلش قليل. شلون تعرف المكثف عطل؟ تشوف الماطور ما يفتر إلا تطي فرة بإيدك، هاي بداية. إذا بدلت المكثف وماكو، معناته عندك عطل بالملف البدائي، فنسبة العطل بالنسبة للمكثفات كلش قليلة. عندنا ماطورات أبو البوستر إحنا نسميه، أكو بي آلية صغيرة وأكو يما البطل مات الهواء. فأكثر الماطورات تجي فاصلة، يعني فاصلة كهرباء بسبب هاي الآلية، تقدر تفتحها وتشطل الوايرات اللي طابة الآلية، تشطل لها الشكل وتفحص الماطور، إذا اشتغل معناته بأنه الماطور عاطل الآلية مالته، إذا غير شيء لا. بكل أحوال إحنا نفتح الوايرات الثلاثة اللي طالعات من الماطور، هذني لازم نفحصهن أكو توصيل بيناتهن كمرحلة أولى. فإذا أكو توصيل بيناتهن بالحالة شو راح نسوي؟ راح نقيس الأومية بحيث أكو نسبة وتناسب مشروع العملية، وبكل الأحوال راح نربط مكثف ونحاول نشغل مرة ثانية، احتمال قطع بالمرحلة اللي بعدها أو احتمال عطل بالمكثف. فإحنا إذا أي واحد عنده سؤال أنا مستعد. موضوع الكتاب بصراحة يعني صار عندي إحباط عليه، لأنه يراد له يعني أنا عندي هم عليه، بس يراد له فعالية، لازم شخص يومية يتواصل وياي ونعدل ونكمل. إن شاء الله إذا انتهى موسم الصيف من الشهر الثامن التاسع، إذا ما شفت أكو نتيجة راح أجيب حاسبة زينة وأبدي بالموضوع إن شاء الله بالشتاء أكمله. خالد معيوف شنو راسلني على الواتساب وأنا أقول لك. إحنا سوينا برنامج تلقى البدائل، وإذا ماكو بالنسبة للبدائل الأسلاك 21.5 تقدر تطلع البدائل مالتة، يعني تقريبا سلك دبل 25 أو 25 و24 تقريبا، زين عيني، تقريبا 25 و24 إذا ما ذاكرتي خانتني، بس تقدر تطلع طريقة البدائل هي مساحة المقطع للسلك هذا ومساحة المقطع للسلك هذا، تجمعهن يطلع مساحة المقطع للواحد وعشرين ونص، زين عيني. فتقدر تخلي بدائل إما دبل 25 يطلع 22، 21.5 قريبة على 22، فتقدر تخلي 25 و24 يطلع لك تقريبا 21.5. إذا ماكو سؤال راح ننهي البث المباشر. شكرا جزيلا على تفاعلكم ويانا، وإن شاء الله أريدكم الخير وأريدكم الرزق، ونتمنى من الناس الشباب شوية يهمون نفسهم صراحة، لأنهم باردين كلش. أي واحد يراسلني وده يفتح محل، أنا راح أخذ الرقم تليفونه وأتواصل ويا، أظل إلى أن منا لما أموت أظل ويا أتواصل، شي يحتاج معلومات شي يحتاج شغلات أنا أتواصل ويا. بس أنتوا هم نفسكم شوية، زين عيني. تحياتنا لكم وشكرا لكم.